عندي تخوف على التراث المغربي. التراث المغربي صحيح انه كاين منهجيه ديال التوثيق ديالو كماركة مسجلة مغربية، راه كاينه اجراءات قانونيه كداروا معروفه عالميا حتى على مستوى اليونسكو على ما اعتقد، يكون تسجيل البروفي ديال ما هو لك وما هو لك ما يدير لك تحت. ولو ان الضجه اللي ناضت مؤخرا بالنسبه لديك الشركه اللي استوحى يمكن المصمم الازياء منها من الزليج المغربي، في نهايه المطاف هذوك الناس راهم خاوتنا. ما كان الحال كاين الخلافات كاين سميتو، ولكن في نهايه المطاف راهم خاوتنا. بغاو يلبسوا هذا دليل على انهم راهم مغاربه. انا شخصيا ما خلقتش ليا شي حاجه، ما كنشوف اي ضرر في هذه العمليه هذه. هما لبسوا الزليج المغربي بغاو يتزينوا به، حنا بحال سلفنا لخوتنا يلبسوه، وفي الاخر راه غيبقى ديالنا وغنردوه لينا. ما شخصيا انا ما تهرش الحافظه ديالي بشكل كبير، لانني لا اخشى على التراث المغربي. مسألة السرقة الأدبية هذه كاين مسائل قانونية وقوانين دولية اللي كتأثر هذه العملية.